وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم قد سالت المنطقة ولا تجليه في ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء قدره وانتقل إلى ما عندك. بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يعطيه ما لا عين رأى ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم قابله بالإحسان إحسانا وقابله يا ربنا بجزاء عفوا وغفرانا. اللهم لا تطرده من رحمتك ولا تطرده من رجائك. يا ربنا الجنة يا غرى. أنا أتذكر نحن في بيت الصحافة حينما كرمناه ذاك التكريم، مسني وأخذني من يدي السلام عليكم. مرحبا. شكرا جزيلا للجميع اللي جاو عزونا وساونا في الوفاه ديال الوالد رحمه الله. صراحه هو عزاء ليلي وعزاء الاسره الصحفيه كامله، ربما هناك من عاشره اكثر منا احنا كاسرته وكعائلته، انه زوال المهنه لمده 42 سنه. اذا عزاؤنا جميعا هو الله يرحمه ويسع عليه، ونسأل متابعيه ان يدعو له بالرحمه ان شاء الله يا ربي. وكنشكروا الناس كاملين اللي وقفوا معنا، الاسره ديال الصحافه والنقابه ديال الصحافه والاسره الصحفيه كامله. شكرا، بارك الله فيكم. في هذه اللحظات نودع اخا وصديقا وزميلا، انه الصحفي المقتدر عبد الصادق بن عيسى الذي فرقنا إلى دار البقاء بعد حياة حافلة بالعطاء لطيلة أكثر من 40 سنة. ترك بصمته واضحة خلال مساره في إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، سواء في عمله في قسم الأخبار ونشراته الإخبارية أو في عمله في قسم الإنتاج من خلال برامج متميزة لا تنسى كملفات بوليسية وهاربون. عبد الصادق بن عيسى صحفي من طينة الكبار، ترك بصمته وترك إلفا وراءه وهو يرحل، رحمه الله وأنا لله وأنا إليه راجعون. يقول لك المرحوم عايشناه كمناضل بقيم نبيلة وكإرث ديال جيل ضماء، يعني الجيل الوطني أخذ عن الجيل الوطني بقيم نبيلة، وهذا الآن يبين قيمة المناضل، يعني من خلال السيرة دياله الذاتية كان كفؤا مهنيا قيما، يعني بقيم نبيلة جدا في حياته النضالية، فبالتالي يعني كان يجذب كل من له غيرة على هذا الوطن وعلى قيمه وعلى الأهداف النبيلة الذي كان يناضل من أجلها. فلهذا ندعو له بالرحمة والمغفرة، وكندعو هاد الناس هادو اللي جاو يشهدوا على هذه القيم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.